هتبقى الى الافضل بصفه مستمره. لما سيادتك بتقعد مع سياده الرئيس ودايما اجتماعات كثيره مع حضرتك، بيبقى مهتم سيادته بايه غير المحاكم وغير الشهر العقاري؟ مهتم بايه؟ اي حاجه تؤدي الى تحسن في خدمه للناس. يعني مثلا استخدم الذكاء الصناعي في تقدير النفقات في ظروف معينه. استخدم ايه؟ الذكاء الاصطناعي في تقدير النفقه. الراجل اللي يبقى مرتبه كذا ودخله كذا وعنده كم عيل في ظروف كذا، النفقه المثلى تبقى قد ايه؟ من خلال الذكاء الاصطناعي. اه انا بتشتك الافكار اللي احنا أفكار. مثلا لو ما يبقى قضيه بالظروف المعينه كذا 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 كذا، يبقى الحكم المثالي فيها ايه؟ وحاجات ان احنا حاجات الاسره، ان احنا ندخل الذكاء الاصطناعي ونستفيد منه. نعم. من اجل عداله وارضاء الناس، لان لما انا احقق لك العداله لا شك ان هذا يرضيك. طبعا وده بيتعمل، هيتعمل الذكاء الاصطناعي طبعا بنفكر فيه ويعني بنشتغل فيه. نعم. بنشتغل. ممكن يبقى عندي قاضي ولا ممكن يساعدني؟ لا مش قاضي، هو ما يبقاش قاضي، هو يساعد القاضي. يساعد القاضي. عامل زي مساعد للقاضي. يقول له انا عايز اهم المبادئ اللي في الحته دي. فاديله معلومات، هو يديني التقدير. يساعدني. ممكن تشوف كذا كذا كذا. نعم. لكن في النهايه مش هتقدر تستغنى عن القاضي. نعم. لان القاضي برضه المشاعر والتقدير حسب الظروف. نعم. تظل للقاضي. هل سيادة الوزير بصراحه قبل ما اختم مع سيادتك وبشكر حضرتك فيما يتعلق بتجديد الحبس عن بعد واستخدام التكنولوجيا في هذا الامر ساعدتنا، وهل توسعنا في هذا الامر ولا لا؟ تجديد الحبس عن بعد، تتذكر احنا عملناه تقريبا من كورونا. سنه ونص ايام كورونا كده كان. احنا بدانا فيه في كورونا، لكن يعني نقول 22 يمكن يعني بقى لنا سنه ونص تقريبا. الان تجديد الحبس عن بعد في كل محاكم مصر الابتدائية والاستئنافية بنسبة 100%. بنسبة كام؟ 100%. كله بيجدد. ده خبر ممتاز. مش محتاجة انقل واروح. لا خلاص، في المحاكم كلها. 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 نعم. والنيابة العامة بتستخدم هذا التطبيق. نعم. حاليا. بس لسه بالتدريج يعني. نعم. فده عمل تطور انجاز. لا شك. وبهدلة، والناس بتروح وتيجي وحر وشقعة، والعربية تعطلت، والعربية جت والعربية ما جاتش، وكل أطراف متضررة. يعني القاضي قاعد مش عارف المتهم هيجي امتى، النيابة قاعدة مش عارفة المتهم هيجي امتى، المحامي نفسه مش عارف المتهم بتاعه. ريحت كل دول، كل ده استريح. 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 بياخد عدالة كاملة. كاملة يا فندم. الأستاذ المحامي من حقه يبقى مع القاضي. نعم. يبقى مع المتهم، يبقى واحد هنا وواحد هناك، هو حر تماما، بدليل ما في إفراج بيتم وفي تجديد حبس بيتم وفي إخلاء سبيل فوري بيتم، كل القرارات بتتاخد وكل واحد بيقول اللي هو عاوزه، والأستاذ المحامي موجود والنيابة موجودة والقضاة موجودين والمنظومة ماشية يعني على ما يرام، و حاجة مشرفة. أولا تشرفت جدا النهاردة بوجود يعني سيادتك مشرفنا النهاردة. تشرفت إن أنا موجود كمان في مقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.